تحدي القراءة العربي يتصدر السوشيال ميديا. نادي ليفربول الإنجليزي ينشر 3 دقائق من المتعة الكروية الساحرة. جبل السوداء أحد أبرز مواقع الجذب السياحي في السعودية. وكواليس حصرية للمسلسل المغربي دابة زيان في يلا سوشيال. وضيفنا لليوم النجم الكويتي خالد أمين. يا هلا يا مرحبا فيكم في حلقة جديدة من يلا سوشي. طبعا كثير من المواضيع اللي راح نتكلم عنها اليوم واللي انتشرت على السوشيال ميديا. في البداية لازم امسي على محمد واقول له مساء الخير. حياكم الله ان شاء الله من جديد في حلقة جديدة من يلا سوشيال وعبر قناتكم قناة ابو ظبي. اكيد يمكن لو لاحظتوا انه هذه الحلقة بيكون عندنا مواضيع كثير بنتكلم عنها اليوم، واللي لسه ما تابعنا على حساباتنا على السوشيال ميديا يا ليت تكونون معانا على العناوين الظاهرة اسفل الشاشة. وش رايك نبدا اول فقراتنا؟ نبدا يلا سوشيال. هالاسبوع فعالية تحدي القراءة العربي اخذ حيز جدا كبير على السوشيال ميديا، فبعد موسم حافل وطويل من المنافسات والتحديات شارك فيها 13 مليون طالب من 49 دولة من الوطن العربي وخارجه. 13 نوفمبر راح يتم تتويج بطل الدورة الرابعة بحفل ضخم في أوبرا دبي، وبيحضر أكثر من 3000 شخص ليتم إعلان الفائزين. وبهالمناسبة أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر حسابه على تويتر عن سعادته بنجاح الدورة، وقال نحتفي بأكثر من 13 مليون طالب عربي في تحدي القراءة، أكبر مشروع معرفي عربي، نحن أقوياء بشباب عربي يؤمن بقوة الحرف والكتاب، شباب عربي يبدأ حياته ومستقبله بكلمة اقرأ. ومو بس كذي يا محمد، فتحولت أختام المطارات إلى أختام فخر بالأبطال، واستقبل مطار دبي أبطال تحدي القراءة العربي بهالطريقة. جميل فعلا صراحة، ونفتخر بهم جميعا ويستحقون هذا التقدير. إضافة للشيء اللي انت قلتيه يا إيمان انه أغنية الأرض ستبقى عربية للفنانة ماجدة الرومي اللي راح تغنيها على خشبة دبي أوبرا بالحفل الختامي لتحدي القراءة العربي ب 13 نوفمبر. وكانت الفنانة ماجدة الرومي نشرت صورة على الإنستغرام وكتبت عليها قريبا ماجدة الرومي في حفل تحدي القراءة العربي. طبعاً إحنا محمد في يلا سوشيال أكيد راح نغطي هذا الحفل الكبير، خاصة أن هالحدث بيهدف إلى أكيد زيادة الوعي باللغة العربية وأهميتها في أن أحياء عادة القراءة عند الطلبة العرب لتكون أسلوب حياة وتخلق أجيال مثقفة. من الثقافة إلى الرياضة، والبداية مع البطل السعودي يزيد الراجحي اللي أبهر كل محبين الراليات واحتل المركز الأول بسباق رالي العلا المكون من 4 مراحل. وحرص رواد السوشيال ميديا على تقديم الدعم والتشجيع للبطل وتشجيعه وتهنئته بهذا الإنجاز. أثارت واقعة رياضية غريبة دهشة وسخرية رواد السوشيال ميديا، حيث استطاع المنتخب المصري لكرة السرعة أن يتوج بلقب بطل العالم وينتزع كأس البطولة. نشر نادي ليفربول الإنجليزي مقطع فيديو يضم 50 هدف وصفها بالأهداف الملكية أحرزها لاعبه المصري محمد صلاح، وعلق النادي على الفيديو على حسابه في تويتر قائلاً 3 دقائق من المتعة الكروية الساحرة. محمد على هالأخبار الرياضية الحلوة في حلقتنا لليوم. الله يخليك، دائما لازم يكون محمد صلاح موجود، لازم أخبارنا تكون حلوة أهم شيء. طبعا محمد إذا تسمح لي أكيد أنا حابة أتحمل بالسلامة على كل سكان دولة الإمارات بعد العاصفة الجوية اللي صارت أمس، خاصة بعد ما أطلقت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث تحذير بمطلع الأسبوع الحالي،
وحذرت من حالة عدم استقرار جوي ودعت المواطنين لمتابعة الحالة الجوية عبر القنوات الرسمية. الله يحفظنا ويحفظ كل المواطنين ويحفظ دولة الإمارات. آمين يا رب. بما أنك تكلمت يا إيمان عن العواصف والأمطار، خلينا ننتقل إحنا والمشاهدين لمتابعة تقرير أعده زميلنا نواف الضفيري عن منطقة السودة في السعودية. طبعاً منطقة السودة ما راح أتكلم أكثر من كذا لأنه هذه مدينتي وهي مدينة أبها واللي تقع في جنوب غرب المملكة، والسودة هو أحد الجبال أو الأماكن اللي تعتبر أعلى ارتفاع في المملكة، ارتفاعها تقريباً 3015 متر عن سطح البحر، وتعد أبرز مواقع الجذب السياحي اللي تتميز بطقسها الأقل. يعني شوفي بقعد أتكلم من أبها، لازم تجين. بتوديني؟ بنوديكم. يلا خلونا نشوف التقرير الرهيب وبنرجع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم راح أخذكم في جولة في أعلى منطقة تقريبا في المملكة العربية السعودية، وهي منطقة السودة. زي ما أنتم شايفين أنا محاط بالسحاب فيما أكون. يقال أنه لندن هي مدينة الضباب، لكن أنا أقول بلادي الحبيبة. تحديدا هنا في السودة راح أخذكم في جولة عمرها ما حصلت. أبو سطام، بالنسبة للأشجار اللي موجودة هنا، طبعا الأشجار عديدة ومتنوعة، ولو تلاحظ الكثافة العالية لشجرة العرعر اللي تلاحظها، السواد الأعظم لشجرة العرعر، وهذه الأشجار المعمرة. الأشجار اللي موجودة هنا متنوعة بكثرة، يعني الشجرة هذه بالذات يسمونها شجرة البر، وهذه عادة هي الشجرة الرئيسية للحطب زمان لما يستخدموا التنور وحموا التنور، هذه أفضل شجرة لتحمية التنور، وهذه يسمونها شجرة البر. طبعاً هنا بيجوا الناس ساعات لما بيعملوا هايكينج، في طريقة إنه هو يطلع يخرج الطاقة السلبية. كيف تخرج الطاقة السلبية زي كده؟ الفراولة الطبيعية الحقيقية، شوفوا أنا الآن في مزارع الفراولة في منطقة السودة. أبو سطان، فعليا حقيقة أنا ما أعرف كيف أشكرك على رحلة أكثر من رائعة. أنت دخلتني جو، أنا عمري ما عمري عشت الرحلة دي أبدا. تستاهل، وحنا سعيدين بسعادتك الحقيقة. إن العادة إن نجيب الناس هنا عشان فعلا ننبسط ويعيش الهايكنج فعليا، يمشوا على مالهم ويستمتعوا بالمناظر، وان شاء الله انت استمتعت، هذا هو هدفنا. ما هي الاولى، حتتكرر باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله. تشرف فيك والله. الله يخليك يا رب. مرحبا، خليكم معانا لا احد يروح بعيد. تقرير وايد حلو محمد وعجبني، يعني فعلا شفت المناطق الجميله، والاحلى انه تم ادراج موسم السوده ضمن مواسم السعوديه في سنه 2019، لان المنطقه تمتاز بطبيعه خلابه ويعني غابات ومرتفعات، وضم الموسم اللي اقيم في شهر 8 الماضي عدد من الانشطه المتنوعه لمحبين الفعاليات والرياضه والمغامرات. محمد انا لازم اروح السوده الصراحه. لازم تروحين السوده، لانه يعني اذا ما رحتي ابها وما رحتي السوده بالذات، يعني انت راك ما لفيتي مكان. حسيت ان انا كني رايحه مكان غير السعوديه. هاي الجميله، يمكن ما قد سمعتي اصلا تقول الله يا طعني واقول الله يا سبق بي. ان شاء الله بس المشاهدين ما يخافون من صوتك. لا ما حد بيخاف، ما عليك ان شاء الله. خليكم معنا الفاصل قصير، وبعد الفاصل ان شاء الله راجعين. رجعنا لكم من بعد الفاصل، والحين جولتنا المنوعة واللي أكيد نبدأها مع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي لأهالي حي كامل يجتمعون يومياً على شباك نافذة طفل اسمه كين.
عمره 3 سنوات ومصاب بالسرطان وما يقدر يطلع من البيت بسبب خضوعه لعلاج كيميائي مكثف. Look at that smile. Quinn Waters from Weymouth, Massachusetts, and he is a fighter. Diagnosed with brain cancer the day after he turned 3, he spent 5 months in and out of the hospital, close to 10 hours of surgery, 4 rounds of chemo, and a stem cell transplant. It left him with a weakened immune system, and when he got home, he could not leave his house for 100 days. He was in isolation. His only connection to the outside world, his front window. The neighborhood children coming to the window. The high school theater group performing. The football team with a surprise of their own. First responders, cheerleaders, even Irish step dancers. Quinn greeting them all from inside the Quindo. Even the Red Sox World Series trophy was brought by. Doctors have just told the family Quinn is now allowed to go outside. And this week, the mighty Quinn dropping the puck before the Bruins hockey game. In the town. Tonight, no new evidence of cancer, just a smiling, dressed-up Quinn. Dressed as Buzz Lightyear, and when asked if he's ready to trick-or-treat, you're ready. Yes. Tonight, the Waters family all together celebrating the day and celebrating Quinn. A Halloween to remember. طبعا هذه مبادرة رائعة وإنسانية من الأهالي اللي يجتمعون كل يوم عشان يسلون الطفل ويرفعون من معنوياته وهو بيشوفهم من شباك غرفته. وأيضا في فيديو جدا لطيف انتشر أيضا لحوت البيلوجة الأبيض وهو يلعب بكرة رقبي مع زائري من جنوب أفريقيا للقطب الجنوبي. خلونا نقول مبروك للإمارات وتحديدا شركة أدنوك البحرية اللي حققت رقم قياسي جديد بعد نجاحها بحفر أطول بئر للنفط بالعالم بجزيرة أم العنبر الصناعية بعمق يزيد عن 40,000 قدم. محمد تعرف شو الخبر اللي عندي الحين؟ شفت أمس تويتر الصاير فيه؟ لا والله أمس يومي كله في الطيارة فما أدري إيش صار. خلني أقول لك، أطلقت مجموعة مغردات سعوديات حملة الشريط الأبيض للوقوف ضد ممارسة العنف تجاه المرأة وزيادة الوعي به، وتم إطلاق الحملة دعما لفتيات دار الرعاية واللي وصل لقائمة الترند على تويتر بالسعودية. طبعا وصلنا لفقرة سيجمنت اوف ذا داي واللي جمعنا لكم فيها مجموعة صور وفيديوهات من كواليس تصوير المسلسل المغربي دابة زياد واللي بيشارك فيه الفنان وليد توفيق كضيف شرف. المسلسل المغربي دابة زيان من بطولة نزهة الرقراقي والدة الفنان سعد المجرد ومحمد الجم، وحسب المعلومات راح ينضم كل من الفنان المصري أحمد السقا واللبناني رامي عياش والتونسية هند صبري لفريق المسلسل كضيوف شرف أيضا. وما ننسى الفنان سعد المجرد اللي يؤدي التتر للمسلسل واللي من كلماته ألحان وتوزيع جلال الحمداوي واللي حقق نسبة مشاهدة عالية جدا على اليوتيوب. فين زهري فين خايف مني ماله، والله الله قلبي شحال قدك تصبر، سال عليه انسان ولا على باله، هو مالي مالي حالي حالي رايت وما نهدار. دابا زيان دابا تجي ليا ونعيشو مزيان ونعيشو مزيان. راح نبقى معاكم بأجواء التمثيل والمسلسلات بما أن ضيفنا هو إعلامي وممثل تلفزيوني مسرحي وسينمائي من الكويت وعضو هيئة تدريس بالمعهد العالي للفنون المسرحية. دخل مجال التمثيل بشكل احترافي بعام 1996 مع الفيلم التلفزيوني وسمية تخرج من البحر. ممثل كويتي خالد أمين أكيد يقول لك يا هلا ويا مرحبا فيك في يلا سوشل. يا هلا ومرحبا فيك ومساكم الله بالخير. يا هلا فيك. أنا كبرتك وايد يوم قلت 1996. وجهك تقلب. لا والله ما قلب. لا شفتك سويت كذا. تبين أتكلم على هالسالفة هذه ولا شنو؟ تكلم عادي. هو هي سهرة تلفزيونية ولا يسفل. أوكي. هي سهرة تلفزيونية كانت من جزء واحد. طبعاً السهرة هذه كانت بدايتي مع الفنانة سعاد عبدالله بعد تخرجي من المعهد العالي المسرحية. يعني أنا تخرجت في نفس السنة اللي مثلت فيها هذه السهرة التلفزيونية وفازت في مهرجان القاهرة التلفزيوني. كيف انت شايف ذكرياتك في الامارات؟ والله انت تبي تختزل ذكرياتي في دوله في سؤال يعني واحد؟ يعني انا عايش فيها، شبه اني عايش فيها.
ذكريات كثيره يعني ايش تبي، ذكريات الاصدقاء، ذكريات البر، ذكريات البحر، ذكريات معرفتي في هالبشر، علاقاتي فيهم، تواجدي معاهم. على فكره يعني انا حتى بالسعوديه نفس الشيء، بس روحاتي دائما سايلنت على قولتهم، دائما احطها سايلنت انا. ليش؟ لاني انا اروح لاصدقائي. خالد يعني اليوم احنا قاعد نتكلم برنامجنا يخص السوشيال ميديا، فانا بتكلم عن علاقتك بالسوشيال ميديا اليوم، شلون تشوف هالعلاقه وشلون توصفها؟ انا جدا علاقتي سيئه بالسوشيال ميديا. يا اخي انا ما ادري، احس ان يعني السوشيال ميديا طبعا الناس فهمتها هي وسائل التواصل الاجتماعي. الآن بدأت الناس وطلعوا نجوم لها خاصين فيها. صح. هي ما لها علاقة في نجوم التلفزيون ولا لها علاقة بنجوم السينما والمسرح والفن. هي مجرد أن حتى استعملوها بعض الفنانين في أن يوصلون بعض رسائل أهية خاصة فيهم. مثلا رسائل، خلينا نقول على سبيل المثال، إذا عنده مسرحية بيتكلم عنها، إذا عنده مثلا ترويجية، قصدك ترويجية يعني؟ لبعض. بس ما تحس إنه يساعد هالشيء خالد؟ يعني إذا أنت اليوم عندك عمل مسرحي تبي تعلن عنه، صارت الإعلانات اللي في الشوارع قديمة شوي. لا لا لا، ما نبي إعلانات قديمة. ممكن تعلن بالسوشيال ميديا، بس تعلن بالوسائل الصحيحة للسوشيال ميديا. يعني هناك مكان للإعلان بالسوشيال ميديا. اللي هي مثلا إذا بتعلن بالإنستغرام وتسوي دعاية خاصة. شوفي دائما وأبدا، حتى المسرحيات الحين في لندن أو في غيرها، المسرحيات الضخمة والكبيرة، ترى ما قاعد يحطون دعاياتهم بس بالسوشيال ميديا. صح. دعاياتهم في كل مكان، والعرض يصير له مثلا 20 سنه و30 سنه العرض. تخيلي ما يتوقف العرض هذا يوميا، وتروحين فولي بوكت. مرات يعني اذا حصلت كلش المسرح فاضي فهو 3/4 فل ناس، يمكن في ربع او جزء من الربع حتى فاضي. فلذلك السوشيال ميديا شيء ثاني ما له علاقه بالفن. خصوصا لاحظ ان المسرح ايش كثر صار له الحين، كم سنة صار له؟ فوق 3-4000 سنة إلى يوم هالفن هذا ما انتهى. لما طلعت السينما قالت راح تنهي المسرح، ولن ينتهي المسرح، ولا ولما طلعت التلفزيون قالت راح تنتهي السينما، والسينما ما انتهت إلى يومنا هذا، والتلفزيون كذلك. الآن احنا في عصر ثاني قادم، وهو الديجيتال بلاتفورم، اللي هي القنوات الرقمية. هذه القنوات اوكي ما راح تنهي اللي هو التلفزيون as a device، كجهاز، ولكن ممكن التلفزيون ما يكون مثل قبل، تقلل نسب المشاهده، لان المشاهده ممكن تصير عندك بالتليفون الحين. ايوه، لان المشاهده ممكن تصير بالايباد عندك الحين. بالضبط. وممكن تشوفين المسلسل في اي وقت، والخبر ممكن تشوفينه في اي وقت. هني التحدي الاخر الجاي القادم الان. ممتاز. انا يعني بس تعقيبا على كلامك، يعني معناته انت تشوف انه والله استقطاب نجوم السوشيال ميديا في بعض مثلا الاعمال الفنيه مثل المسرحيات مجامله، يعني عشان مجرد ترويج، وما هو مثلا والله عشانه في جانب فني. هو خل اقول لك شغله، احنا عندنا هبه نهب فيها، بعدين السوق هذا يبدا يقل. عاد استمراريه الشخص بتسويقه لنفسه وتسويقه للبضائع هذا. انا في مره مقابله من المقابلات في احدى الدول، قال واحد من نجوم السوشيال ميديا، قال احنا غير ويمكن افضل من الممثلين، قال هالكلمه هذه. وانا ما حبيت ارد عليه وفشله يعني صراحه، بس مو مشكله. قال اي ليش؟ لان احنا كل يوم نطلع قصه. انت كل يوم تطلع قصه حقيقي هالكلام، ولكن القصه اللي انت قاعد تطلعها عنك انت. صح. احنا قاعد نطلع كاركترات انت عمرك ما تقدر تسويها. احنا كل مره في كاركتر وكل مره في هذا. بس تدري مرات لما يكون شخص لا يعلم ما تحب انك انت تجادله، خصوصا اذا هو كان هاي المشكله. فانا احترم، ولكن اقول هذا شيء وهذا شيء. يعني انا ممكن تقول لي تعال صير نجم سوشيال ميديا، ما اعرف. انا ما اعرف، انا عن نفسي ما اعرف. ويمكن انا فاشل بهالموضوع، ولكن انا ممكن ما اكون فاشل، ممكن ما اكون فاشل في مجال التمثيل، ممكن يعني. اشد حيلي دائما اني اقول لا لا لا، بالعكس انت ممثل كبير. لا ماني كبير، بعدي صغير. لا لا لا، وسط وسط. انت رمضان الماضي كان عندك تقريبا عملين، ويمكن نشوف احنا اغلب الفنانين في الساحه بيشتغل في الموسم الواحد 3-4 اعمال. هل انت تشوف انك يعني مع الظاهره هذه انه الواحد بيشتغل اكثر من عمل في نفس الفتره تقريبا، تحس انه ما بيتشتت شوي ولا؟ انا اقول لك، اولا العمل الثاني ما كان لشهر رمضان. انا احب اشتغل عمل رمضاني وعمل غير رمضان. ولكن بعد ما انت تصور وتخلص العمل زين، الشركه طبعا افضل لها ان تبيع العمل لشهر رمضان، لانه ممكن يعني ماديا يربح اكثر. فهذا مو ذنبي يعني، ما اقدر انا اسوي شيء. بس انا احرص على قضيه ان ما يكون عندي عملين بنفس القناه. الان انا في عندي حرص اخر، ان ما يكون عندك ايضا
ما تشتغل عملين في نفس الوقت، هني المصيبة. عملين في نفس الوقت؟ في نفس الوقت في ناس تشتغل عملين بنفس الوقت. صعب. بالنسبة لي أنا هذا غير مقبول نهائياً، أساس إنه ما يصير في لبس. نفس إفراج مشروط ما شاء الله بالعمل الجميل. أنا يعني ودي أخذ سيلفي إذا تسمح لي. يلا الحين تأخذين سيلفي؟ إيه أنا أحب أخذ سيلفي على الهواء. على الهواء ومأذيتك صح؟ دايم لا مو مأذيتني بالعكس بس. سبحان الله من شوي كان حكي صح حكي ثاني الحين. يخاف ما نقدر ما نقدر. إيه لا تزعلني لا طلعك من الصورة. حاضر. ولا أطلق أرنب. مشكلة. شفت التهديدات وتقول لي ما. حاول ولا قوة. يلا سماي. طيب استاذ خالد نبي نعرف ايش في جديد عندك ممكن نعرفه في شهر رمضان المبارك. في عندي عمل ممتاز سيصور ما بين الكويت والهند. اوه شيء حصري. اي هذا حصري مفروض ما اتكلم وايد. يلا سوشيال. في مجموعه كبيره من النجوم على راسهم النجمين والاستاذ محمد المنصور والاستاذ سعد الفرج. وجه لهم تحيه. واخوكم الصغير معاكم ما شاء الله معاهم يعني. اوكي اي وباقي النجوم للحين ما اعرف يعني وانا لازلت اقرا في العمل. اي ولكن وصلت يعني لحلقات طيبه الحين يعني وصلت للحلقه يعني الخامسه. مو هذه جيت هنا يعني ابو ظبي كانت وايد زينه هم خلتني اقرا زياده. ممتاز. اي خلتني اقرا لان وقت الشغل بالكويت ما اقدر اقرا وايد. ما عندك وقت تقرا صح؟ اي هذا طبعا الحصري اللي الله احنا حصلنا الحصري فيه. واحنا خلينا نشوف ان شاء الله في امور ثانيه راح تجي بشهر رمضان ما تدري قاعد تصير يعني قاعد يتم الاتفاق عليها ومناقشتها ونشوف. عسى الله يوفقك. يمكن نصير برنامج بعد ما ندري. والله يحييك. والله الله يسلمك. الله يحييك. لا لا مو عندكم. لا 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 خالد ترى انا وايد زين اذا بتاخذني وياك. مو برنامج هنا برنامج بالكويت يعني بس خلني وياك خلاص عشان بهد محمد. بنت الحلال بهد محمد احد يد المزيون هذا. لا تمدح حوايد والله يشوف روحه عليه يشوف روحه عليه. الله على الله. عموما نورتنا اليوم والله العظيم يعني الجلسه معك ما تمل. انت فنان جميل وننتظر ان شاء الله جديدك الجاي ونورتنا في الله سوشيال وشكرا على الاخبار الحصريه اللي اعطيتنا اياها. شكرا لك. ان شاء الله نشوفك ان شاء الله قريب. موفقين ان شاء الله دوما وابدا. الله يسعدك إن شاء الله. وأكيد شكرا المشاهدين على متابعتكم لحلقة اليوم ولا تنسون تشوفونا بكرة. والسوشيال ميديا إيش وضعها؟ نقول لهم يتابعونا على مواقعنا في السوشيال ميديا. لازم يتفاعلون مع الهاشتاج اللي دائما نطرحها يلا سوشيال. وننتظركم باكر في حلقة جديدة وفقرات منوعة وننتظر الخبر الرياضي مع محمد ويلا باي. خبر رياضي لا يلا باي. ما عرفت شفت